الخير، اهلا وسهلا فيكم اعزائي مشاهدي قناه الديار الفضائيه. رح نتكلم اليوم عن الغذاء والدواء وتاثير بعض انواع الاغذيه على فاعليه بعض الادويه. استنونا بعد او الكلى او كلاهما معا. اي حد من مشتقاته لازم ما نحاول نجمعه مع بعض ادويه الضغط والمضادات الحيويه، لان شوارد الكالسيوم بترتبط مع الدواء وتقلل امتصاصه من الجهاز الهضمي لمجرى الدم. بعض الاطعمه الغنيه بالبوتاسيوم زي الموز والبرتقال والخضار الخضراء الورقيه او بدائل الملح لازم ما نحاول نجمعها مع بعض خافضات الضغط والمدره، لانه هذا بسبب عندنا ارتفاع شديد في البوتاسيوم وتسارع ضربات القلب واضطراب في وظائف القلب. الجراب فروت بيأثر على بعض ادويه ضغط الدم من فئه عصيرات الكالسيوم، وبيأثر على بعض ادويه خفض الدهون من فئه الاستاتين، لانه بيزيد تاثير الدواء وبالتالي بيعرضنا لاثار جانبيه غير مرغوبه. بعض انواع الخضار الخضراء زي البروكلي والملفوف والورقيات الخضراء بتاثر بشكل مباشر على الادويه المميه على الدم زي الورفرين مثلا، لان غنيه بفيتامين كي المسؤول عن تشكل الخثرات في الدم، واللي بيتعارض بشكل مباشر مع وظيفه الادويه المميعه اللي هي بتقوم بتطبيق اصطناع فيتامين كي. الشيء القابل للامتصاص الحديد في الدم عن طريق تحويله من الصوره قابله للامتصاص للصوره غير قابله للامتصاص. علشان هيك احنا دائما بننصح باضافه فيتامين سي للوجبات اللي بتحتوي على اللحوم او الورقيات الخضراء لحتى نعزز الاستفاده من الحديد الموجود في الوجبه، في حاله اذا كان تناولنا الحديد عن طريق المكملات الغذائيه فينصح ان ناخذها على المعده الفاضيه مع كل ماء. بتمنى تكونوا استفدتوا من نصائحنا اليوم، وانتظرونا حلقات قادمه ونصائح جديده.